بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين، إنك أنت الفتاح العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وافتح علينا بفتحك ومن علينا بفضلك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الأكارم، أيتها الأخوات الطيبات، ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتفسيرها وتعبيرها مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. حياكم الله من جديد. كالمعتاد أن نبدأ الدقائق الأولى من كل حلقة في الكلام عن بعض مفردات التفسير وبعض الأمور المهمة في مجال التعبير إن اتسع الوقت لذلك. فاليوم نتكلم عن مفردات لها صلة بالصوم، على اعتبار أننا على وشك أن ندخل في شهر الصوم. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم آمين. الصوم في اللغة يأتي بمعنى الامتناع أو الإمساك عن الشيء. وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا الصوم جاء بمعنى الامتناع عن الكلام، والصوم بالنسبة لشهر رمضان يأتي بمعنى الامتناع عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصوم يأتي في الرؤيا يدل على الانقطاع أو الامتناع أو الإمساك عن الشيء بحسب محتوى الرؤيا. نعم، معنى اتصال. ألو، أم بلقيس تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، يا مرحبا، يا ريت تنطونا الصوت شوية شباب. نعم نعم نعم، صوت غير واضح، عيدينا الكلام الله يحفظك أم بلقيس. نعم، مشكلة هي زوجتي، إذا التشكيل فرحة الزوج من الشرطة نعم، بعدين هناك زوج الجمال قلنا لي ما بيني وين أي شيء، صدقيني ما بيني وين أي شيء، فرحت ودرت أحاكيه قلنا شوفوا تتشعبين على زوجي، فقد أضرب صوت يروح ويرجع، ما أعرف يعني الخلل وين، ممكن يعني التغطية ضعيفة يوم بلقيس، أنا أسمع صوتك مرة ومرة ما أسمعه. إيه يعني راحت مني أمي، شردت مني أمي، دخلت بحمام. لحظة، هذه بالرؤية واحدة من قريباتك هي يعني كانت يمك وبعدين راحت إلى حمام. أختي أختك. يعني طيب. فكنت قلت راحت شفت مين في الحمام، الحمام السقف ما صار غريب في الارض، يعني مثل نعم الارض. اي فانا دخلت وياها بعدين اختلفت الطلعه، اي قلت هي قلت الله يعطيك، طلعت اني مشيت اذل بيتي، فشفت اذل السياره اجى يغسل يم القريب على البيت. صوت ما واضح معي اخوي المخرج.
الصوت ماذا يصني؟ فنعتذر من الأخوة أم بلقيس ونأمل أنه تعيد الاتصال لعله يكون صوتها أوضح. نعم. لأن هذه أمانة، أنا إذا ما تصني الرؤية كاملة ما أقدر أفسر. نعم. نعم. نعم إخوانا، فقلنا أنه الصوم يأتي بمعنى الإمساك أو الانقطاع عن الشيء، فقد يأتي بحسب محتوى الرؤية، أحيانا يدل عن الانقطاع عن الكلام أي الصمت، والصمت محمود في كثير من الأحيان، والصمت محمود في كثير من الأحيان إلا إذا صمت الإنسان عن ذكر الله أو عن قول الحق أو عن إفشاء السلام أو نحوه، كما يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكما يقال يعني من صمت نجا. الأصل بالإنسان أن يمسك لسانه عن أن يكون ثرثارا أو أن يكون متشدقا أو أن يكون متفيهقا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. والثرثار هو كثير الكلام، كثير الكلام. فأحيانا يأتي الصوم في الرؤيا ليدل على أن هذا الإنسان من أهل الصمت، وقد يكون صمته محمودا وقد يكون العكس من ذلك، قد يكون صمته مذموما، كما حين يسكت الإنسان عن قول الحق، حين يسكت الإنسان عن قول الحق يعني من أعظم الجهاد كلمة حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق أمام سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله. فالصمت هنا مذموم، الصمت هنا مذموم، كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله أن الله عز وجل أمر العلماء بما أمر به الأمراء، فأمر الأمراء ألا يغمدوا سيوفهم عن مقاتلة الباطل، وأمر العلماء ألا يغمدوا ألسنتهم عن مقاتلة الباطل أيضا. فهذا دور الأمراء وهذا دور العلماء، هذا في معنى قول الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله برحمته الواسعة. فأحيانا يأتي الصوم ليدل على الصمت، وقد يكون الصمت من خلال محتوى الرؤيا يكون صمتا محمودا أو قد يكون صمتا مذموما. أحيانا يصمت الإنسان، يعني أنت تذكر الله عز وجل أنت لست بصامت، لكن أحيانا تنقطع عن الذكر لكنك لا تنقطع عن التفكر، والذكر عبادة والتفكر عبادة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم ماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا هنالك ذكر وهنالك تفكر، فقد يمزج الإنسان بين الذكر والتفكر، وقد يعني يكون الذكر مستقلا بذاته وقد يكون التفكر مستقلا بذاته، وهي كلها عبادات لله عز وجل. فهنا الصمت قد يكون محمودا لكن في أحيان أخرى قد يكون مذموما، فيأتي الصوم ليدل على الصمت. نعم، معنا اتصال. قائل مسددات وعند بغض. ألو. الشعب أصير رمضان ما أقدر أصيام. نعم الحجية، أنت مريضة؟ أي والله مريضة خلاص. ربي شافيك وعافيك إن شاء الله. الله يعافيك ويأجركم. أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. حياكم الله، يا مرحبا. نعم. فقلنا أحبابي هذه حالة من الأحوال، أحيانا يأتي الصمت ليدل في الرؤيا، عفوا الصوم يأتي في الرؤيا ليدل على الصمت، وإنما يدل على الإمساك عن شيء آخر، كان يكون عن الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل أو الشرب فيدل على الصوم أحيانا، ويدل على تقليل الطعام أحيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لماذا؟ لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فأحيانا يأتي الصوم هو رسالة لصاحب الرؤيا أن يقلل من الطعام، لأنه من كثر يعني طعامه، من كثر طعامه كثر منامه، ومن كثر منامه فاته خير كثير كما يقول العلماء.
يعني كثرة الطعام مدعاة لكثرة الشراب، وكثرة الطعام والشراب مدعاة لكثرة النوم، وكثرة النوم مدعاة لماذا؟ مدعاة أن يترك الإنسان أو أن يفوت الإنسان خير كثير، كقيام الليل، كصلاة الفجر، كغيرها من العبادات والطاعات. فأحيانا يأتي الصوم في الرؤيا ليدل على ترك الطعام والشراب لا بقصد الصيام ذاته، وإنما بقصد ماذا؟ التقليل من الطعام والشراب فقط في حد الضرورة. حتى أن بعض العلماء يرون أن الأكل فوق الشبع حرام، وبعضهم يرون أنه مكروه على اعتبار أن الأكل والشرب مباح، لكن ترك الأكل والشرب حين يفضي إلى هلاك الإنسان يكون تركه حراما ويكون أكله واجبا. وإذا أفضى الإكثار من الطعام والشراب إلى هلاك الإنسان بسبب التخمة أنه قد يعني يمرض أو قد يموت، فهذا قد يؤول به إلى الكراهة، وأحيانا قد يؤول به إلى التحريم. نعم، معنا من الديارة، من معنا؟ ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضلي. رحمة الله عليك. عيني شيخ، حلمت بالحلم قبل شهرين. نعم. اي طبيت انا بخضره، يعني خضره فيها يعني مزروع بانيا ولوبيا يعني احوش من ذيك الخضره واحط يعني اشيل وياي. نعم. فلقيت يعني شجر اخذته ولقيت من عنده يعني شلون، قلت له هاي ليش تحرم صار خربان كبار. شنو بعد عفوا غير الشجر؟ يعني حشت بانيا لوبيا. نعم. طيب لقيت شجر خربان. خربان. ما ليش صاير حرامات كبار وخربان ما خايفينه؟ اي فما حد جاوبني. عيني شيخ، ودائما احلم بالحلم احوش تمر او احوشها من النخله او يعني القط من جواها واكل. نعم. اي والله. عفوا اختي الكريمه، اسمك الكريم عفوا؟ ام بلال. ام بلال، عفوا بالنسبه للشجر. تقصدين الشجر يعني احنا نسميه الكوسة او يعني الشجر لو اليقطين بالعامية يسموه القرع. نعم. اي هذا الشجر الناكلة اللي نسويه بالمحشي، وهاي مو القرع او اليقطين هذا الاصفر الكبار. لا مو الاصفر الكبار، هذا اللي نقول العنان وهي احنا نقول لك. عافية، معلوم. تمام اختي الكريمة، ان شاء الله ابشري. ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. حياكم الله. نعم. قلنا أحباب الكرام أيضا أن الصوم في الرؤيا يأتي أحيانا فيه رسالة وإشارة لصاحب الرؤيا أن يقلل من الطعام والشراب حتى ولو لم يكن ذلك صياما، يعني لا يسرف. الله عز وجل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والشريعة أعطتنا ميزانا في قضية الأكل والشرب والإنفاق، فلا بخل وتقتير على النفس أو على العيال أو على الناس، ولا إسراف وتبذير، فالتوسط بين ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الآية. أحيانا الصوم يأتي في الرؤيا ليدل على الإمساك أو الإقلاع عن شيء، كما أن الإنسان حين يصوم عن الحرام، إذن هو يمسك عن الحرام وينقطع عن الحرام. والعلماء في التربية وفي السلوك حين يتكلمون في تزكية النفوس يقول هنالك تخلية وهنالك تحلية. أن تخلي نفسك وأن تنظف نفسك من الأعمال السيئة، سواء كانت أعمال الجوارح أو أعمال القلوب الغير مرغوبة والغير محببة والتي نهانا الله عز وجل عنها، كالكبر، كالغرور، كالحسد، كالعجب، كالخيلاء، كالرياء، كالشرك وغيرها. وبعدها تأتي مرحلة التحلية، أن تتحلى بكل نقيض لهذه الأعمال، فتتحلى بالتوحيد مكان الشرك، وبإخلاص النية مكان الرياء، وبالتواضع مكان التكبر، وهكذا. فأحيانا يأتي الصوم في الرؤيا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الإمساك عن الحرام. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتنهى نفسك. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. نعم، معنا اتصال. يا ريت الصوت. من معنا؟ نعم، محمد أبو عبد الله من أربيل بدون زحمة. أخونا محمد من أربيل، تفضل أخي الكريم. نعم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أه
عفو شيخي، شنو التعبير الرؤية؟ يعني إن واحد يعني أجلكم الله البول يعني البول الكثير، يعني أجلك الله التبول في الرؤية، التبول يعني في الرؤية، واحد يعني إنه يعني في الرؤية إنه بال يعني خل يعني يعني أجلكم الله بول كثير يعني. نعم ويعني ما تعبير ذلك. خير إن شاء الله، أبشر تسمع الجواب أخي محمد إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. حياكم شكرا. الله، يا مرحبا. طيب نعم، أحيانا أحبابي يأتي الصوم كما قلنا ليدل على ماذا؟ على يعني هو دعوة لهذا الإنسان أن يصوم عن الحرام وأن يمسك عن الحرام وأن يقلع عن الحرام، فيكون في وجه من وجوهه هو دعوة له إلى تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحيانا يأتي هو ليدل على الإقلاع عن الحرام أو الإمساك عن الحرام، بمعنى ماذا؟ الإقلاع عن المعاصي، يدل على ماذا؟ على التوبة، هي دعوة لك إلى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هناك معاني كثيرة. نعم، معنى اتصال الأخت رواء من الأنبار. السلام عليكم شيخنا. تفضل يا أخت رواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يا ريت الصوت معايا، أنا جاي أسوي إرهاف حواس، يعني أضغط على السمع مالي حتى أسمع. نعم نعم أخت رواء تفضلي. شيخنا يعني أكثر من مرة تجيني رؤية أني بنات اثنين علي. أكثر من مرة تشوفين بالرؤية عندش بنات اثنين؟ تمام؟ أخت رواء؟ ألو؟ قطع الاتصال؟ نأسف من الأخت رواء، انقطاع الاتصال. نعم، هذا بالنسبة لي لقضية الصوم. أيضا تأتي دلالات أخرى بالنسبة للصوم تدل على امتناع الشخص عن شيء قد يكون هذا الشيء محمودا أو مذموما، يعني مرغوبا مرغبا فيه أو مرهوبا أي مرهبا فيه، يعني هو في حيز الحلال في أقسام الحكم التكليفي أو في حيز المباح أو في حيز المكروه أو في حيز الحرام أو الواجب. المهم أن الإنسان قد يمسك عن شيء والأولى أن لا يمسك عنه. نعم، معنا اتصال أخ عبد الكريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون شيخنا؟ الحمد لله، حياكم الله أخ عبد الكريم، أكرمكم الله بحبه وقربه، تفضل. شيخنا عندي بنت ووالدتي. نعم. والدتي. نعم، الله يحفظها. نعم. حلمانة أن هو أمهات مية. نعم. نعم. شنو شافت بالرؤية؟ زيارة للكاظم. راحت زيارة للكاظم. نعم. هن وبنت عمي. هن وبنت عمك. نعم. اي، فقاعدة والدتها الثانية تجي بأيام يم الحضرة. ايه. فجاء واحد من الحضرة ما تعرفه. شنو عفوا صار؟ واحد من الحضرة. ايه. ما تعرفه، قايل بس وزي خبز. بس وزعي خبز وبعد شنو؟ الو، واحد من الحضره شنو قال لها؟ قال لها بس خبز وزعي، قسم الرغيف بنص وزعي خبز وان شاء الله تشوفيني وليدك. انت عندك اخ مفقود يعني؟ مفقود صار 4 سنوات. الله يفرج عنه ان شاء الله. نعم، الله يسلمك. نعم، امين. حياك الله اخي الحبيب، يا مرحبا. أبشر تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله. نعم نعم أحباب الكرام، فأحيانا يعني يأتي الصوم في الرؤيا ليدل على الإمساك كما قلنا عن شيء قد يكون هذا الشيء محمودا، كما ذكرنا في قضية مثلا الإمساك عن المعاصي بصورة عامة. أحيانا يمسك الإنسان لسانه عن الغيبة، والغيبة حرام، عن النميمة، والنميمة حرام، عن الكذب، والكذب حرام،
فيأتي الصوم في الرؤيا ليدل على هذا، كما يقول العلماء أن هنالك صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب فحسب، لكنه لا تصوم جوارحه، فعينه تنظر إلى الحرام، ولسانه يتكلم بالحرام، وأذنه تستمع إلى الحرام، ورجله تمشي إلى الحرام، ويده تمتد إلى الحرام. هذا لم يصم حقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فأحيانا يأتي الصوم في الرؤيا ليدل، يعني هو دعوة للإنسان أن يصوم عن الحرام، هذه المعاصي. كما يقول يعني أن أحد الصحابة وجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسان نفسه ويكلم نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. يعني إن كان شيء يريدني عذاب الله أو عقاب الله فهو اللسان، ولا شك أنه من أكثر الجوارح التي تدخل الناس النار هو اللسان، لأنهم يتهاونون به ويتهاونون بالغيبة والنميمة والكذب والافتراء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وإفساد ذات البين وغيرها من الأمور. كما قلنا أيضا أحيانا يأتي الصيام ليدل على الإمساك، لكن عن شيء محمود، لكن هذا الإنسان قد أمسك عنه أو أعرض عنه أو أحجم عنه، كما يفعل بعض الناس حين يهجر القرآن، فهو يهجر القرآن. نعم، معنا الأخت رواء من الأنبار، تفضلي أخت رواء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت رواء. نعم شيخنا، يعني أكثر ما من زوجة بعدني وأكثر من مرة أحلم يعني يجيني بنات اثنين بعد عمرها 5 سنوات و7. نعم. يعني ظل يتكرر عندي هذا الحلم، 1 5 سنوات و1 7، ودائما يتكرر هذا الحلم. نعم. طيب طيب يا أخت رواء، إن شاء الله إن شاء الله خير، حياكم الله. نعم. فأحيانا يدل على إمساك الإنسان أو إعراض الإنسان عن شيء، لكن هذا الشيء محمود، كما هو الحال في حق من يهجر القرآن الكريم، فهو معرض عن القرآن الكريم، أمسك عن القرآن الكريم، هجر القرآن الكريم، فهذا عاصٍ لله عز وجل. والعلماء حين يتكلمون عن الهجر يقسمونه بين هجر التلاوة أو هجر السماع أو هجر الحفظ أو هجر العمل بإحكامه أو هجر التخلق بإخلاقه أو هجر سماعه أو غير ذلك. نعم، معنا اتصال. الأخ أبو مصطفى من الموصل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف من الموصل. أبو إدريس. أبو يوسف. أبو يوسف، حياك الله أخي الغالي، يا مرحبا، تفضل. حلمت فتت مزرعة سرقت من الشجرة فواكه. جذع شجرة؟ ايه، سرقت من الشجرة فواكه. يعني قطفت من الشجرة فواكه؟ ايه، من حلم سرقت من الشجرة فواكه. طيب، نعم. كل ده راح ادور على صاحبه، لقيت صاحبه. نعم. كل ده راح ادور على صاحبه، لقيت صاحبه. مو واضح الكلام الأخير أبو يوسف. بعد ما قطفت فواكه من الشجرة بعد؟ نعم نعم. إذا راح أدور على صاحبه لقيت صاحبه بـ1000 دينار. ها لقيت يعني مبلغ من المال؟ لا، ما لقيت مبلغ، أعطيته 1000 دينار. ها يعني فقير أعطيته 1000 دينار؟ إيه، أعطاني، أخذت مني 1000 دينار. يعني أنت أعطيت فقير 1000 دينار ولا أنت أخذت من أحد 1000 دينار؟ لا، آلي سرقت من الشجرة وصرت 1000 دينار. يعني وجدت 1000 دينار. نعم نعم، وصرت 1000 دينار. وحلم الثاني. نعم. نعم. كنت مي كبير. نعم. الحلم بس ما كنت في ماء كثير، يعني تسبح في الماء ولا كنت في يعني سفينة ولا قارب ولا إيش؟ لا لا، ماء بس. فقط ماء كثير؟ نعم نعم. حضرتك شنو تشتغل أخي أبو يوسف؟ موظف صيرفة. موظف صيرفة.
زين متزوج وعندك أولاد؟ نعم متزوج عندي أولاد. خير إن شاء الله خير. ومطلق علي. حياك الله خير إن شاء الله يا مرحبا يا مرحبا تسمع الجواب إن شاء الله حياكم الله. نعم. فقلنا أحبابي أحيانا يأتي الصوم في الرؤيا ليدل على ماذا؟ على الإمساك عن شيء محمود كما هو الحال في مثلا هجر القرآن أو في ترك الصلاة أو في قطيعة الرحم أو في عقوق الوالدين أو في غيرها من المعاصي والموبقات والمنهيات والمخالفات، فيأتي الصوم ليدل على ذلك. المهم يبقى تبقى يعني مفردات التفسير ومفردات التعبير عبارة عن أشبه بالمرادفات، يعني قد تأتي الرؤيا واحدة من شخص وآخر لكن يكون التفسير مختلفا تماما بحسب حال الشخص وعمل الشخص وتخصص الشخص، وكذلك بحسب مفردات الرؤيا. فقد تأتي المفردة واحدة تعبر خيرا في حق زيد لكنها تعبر شرا في حق عمر مثلا وهكذا. نعم معنا اتصال. نعم الأخت صابرين. نعم. صابرين تفضلي حياك الله. يا شيخ عندي رؤية. نعم تفضلي. رؤية لما تربيت كبير أنا لدي بيتها كان بيتها. شنو لقيتي يا أخت صابرين؟ احنا برا بدنا ندخل البيت يعني ناويين نشتريه، من دخلت للبيت طلعت لي حزية مرة كبيرة لا تأس كلام ما واضح معي والله. وبعدنا لم تساعدنا قالت بالخير عليكم. الصوت يروح يعني ويرجع أخو الصابرين، يعني أنا أسمع قسم من الكلام وقسم ما أسمعه فما أقدر أفسر هيك، يعني لازم أسمع الرؤية كاملة الله يحفظك. ما أعرف الخلل يعني بالإرسال لو بالاستقبال هنا من الاستوديو ما أدري، أنا آسف نعتذر من الأخو الصابرين، ممكن تعاود الاتصال لعله يكون الاتصال أوضح. معنا اتصال. نعم نعم أحباب الكرام، هذه بعض دلالات الصوم حين يدل على الإمساك أو الانقطاع عن الشيء، فقد يأتي محمودا وقد يأتي مذموما، وقد يأتي ليعبر بالصوم ذاته، وقد يأتي ليعبر بنقيضه ليدل على الإفطار، وقد يأتي ليدل على الصوم عن بعض المباحات أو الإمساك عن بعض المباحات أو الإمساك عن بعض المخالفات والمنهيات والمحرمات، أو حتى على العكس من ذلك يأتي ليدل هذا الإنسان على أنه معرض أو ممسك عن ماذا؟ عن بعض الطاعات والعبادات كما قلنا في حق هجر القرآن الكريم أو الصلاة أو هجر صلاة المسجد أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو التهاجر بين المسلم وأخيه وغيره. وهنا بحسب المحتوى ينبغي للمسلم أن يفطن لمحتوى الرؤيا ولتفسيرها وتعبيرها، فالرؤيا كأنها على جناح طائر إذا فسرت وقعت أو حصلت كما فسرت والله تعالى أعلم. لذلك لابد أن نسأل أهل الدراية بمجال التفسير والتعبير فيفسرون لنا، أو إن كان عندنا دراية وعلم بهذا المجال فنفسر لأنفسنا، ودائما طبعا نغلب الجانب الإيجابي، جانب التفاؤل لا التشاؤم، جانب حسن الظن لا سوء الظن، جانب الخير الموجود في هذه الرؤية كيف تؤول. نعم معنا اتصال. من معنا؟ أخونا حسين من البصرة تفضل. تفضل أخ حسين حياك الله. ألو تفضل. الله سعد الشيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ الحبيب. أي والله عندنا حلم عند الحجية. نعم عند الحجية دائما تحلم. نعم شحاطتها ضايعة. نعم وتدور لو تلقى غيرها. لو تلقى مثلا تك وتك. طيب هاي أهلنا أهلنا يعني عمرها 50 سنة هي زوجتك هي؟ وعندنا أولاد. وأنا بالنسبة لي دائما أحلم بعتبر نقال أريد أخابر أهلي ما يطلع الرقم. يعني وين تروح وما تقدر ها أنت بمكان تريد تتصل بيهم وما تحصلهم؟ إي زوجتي يعني لا بالحلم إيه؟ ما تحلم الشحاطة ما نتضايع مثل بقرة يمشي. إيه نعم أنا بالنسبة لي من مكان لا أدور عنكم ما ألقاه بالنقال أدور ما ألقاه دائما يتراودنا هذا الحلم. يعني أنت وأن ذاك الحلم هم دائما يتراود. جيد أخ حسين. أيوة. يعني الرؤية الثانية أيوة. مالتك أنت أنه أنت بمكان أيوة. وتريد تتصل مثلا بأهلك وما أقدر تتصل مكان مثلا أنا طالع من عندهم. إيه طالع من عندهم مثلا ورد خابرهم ما يطلع رقم مال أهلي. طيب أخ حسين أنت
ماكو مشكلة بينك وبين زوجتك؟ زوجتك يمك الآن بالبيت ولا هي يم أهلها؟ ماكو خلاف بينك وبينها؟ لا موجودة زوجتي وياها بالبيت. ماكو خلاف بينك وبينها؟ لا لا ماكو. زين زين هي ربة بيت؟ ربة بيت أخ حسين ولا موظفة؟ هي لا ربة بيت. ربة بيت، أبشر أبشر إن شاء الله. لا لا ماكو خلاف. إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله، يا مرحبا. نعم إخواننا الكرام، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نستأذنكم بفاصل ثم نعود إلى التفسير فانتظرونا، حياكم الله. حياكم الله من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معنا مجموعة من الاتصالات في هذه الحلقة، نأسف طبعا من الأخوة الذين قطع الاتصال قبل إتمام الرؤية من قبلهم، ونأمل أن يعني يعاود الاتصال إن شاء الله في حلقات قادمة ونستمع إليهم إن شاء الله ثم نقوم بتفسيرها. كان معنا الاتصال الأول أخت بلقيس، اعتذرنا منها لأنه الصوت لم يكن واضحا، ثم اتصلت إحدى الأخوات قالت هي مريضة، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيها بفضله ومنه وكرمه. تقول لا تستطيع الصيام. طبعا يا أخواني القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، يعني حيثما وجدت المشقة في الشريعة الإسلامية وجد التيسير. يقول الله عز وجل يريد الله بكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل يريد لنا التيسير ويريد أن يرفع عنا الحرج. فمن كان مريضا وهذا المرض يعني حال بينه وبين الصيام، سواء كان هذا المرض مرضا مزمنا يعني مستمرا دائما ملازما له على الدوام، ولا يستطيع مع وجود هذا المرض أن يصوم، وحين يستشير الطبيب المسلم الثقة يقول له لا ينبغي لك أن تصوم، فالصيام يضرك، يضر بصحتك، يعني يتسبب في تأخر شفائك أو في تدهور حالتك الصحية مثلا، فينصحه بالإفطار، فهذا عليه أن يفطر. فإن كان مرضه مرضا مؤقتا أفطر، فإذا شفي من مرضه عاد إلى الصيام وصام. وإن كان مرضه مرضا مزمنا ملازما له في رمضان وفي غير رمضان، فهذا يلزمه أن يفطر ثم يدفع الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، والله تعالى أعلم. من ديالة كان معنا الأخوة أم بلال، تقول أنها رأت في الرؤيا أنها دخلت في مزرعة خضراء وكان فيها يعني خضروات منوعة مثل يعني الطماطة والبامية الشجر وغير ذلك. تقول فأخذت منها واستغربت أنني وجدت فيها، احنا نسمي شجر أو بالعامية يسموه كوسة، يعني وجدته يعني قد يعني تلفت ثماره فاستغربت لأجل ذلك. نقول يا أختنا أم بلال، المزرعة أحيانا تدل على الدنيا ومعيشة الإنسان في هذه الدنيا، معيشة الإنسان في هذه الدنيا، وهذه الثمار التي تجنى منها أحيانا تدل على ماذا؟ تدل على أرزاق الإنسان، على أرزاق الإنسان. أحيانا المزرعة في حق الرجل تدل على زوجته، وثمار هذه المزرعة تدل على أولاده، لكن في حقك أنت والله تعالى أعلم، إما أنها تدل على الدنيا وعلى ما يتحصل من هذه الدنيا، أحيانا يكون حسنا وجيدا، وأحيانا يكون رديئا، وبعضها ينتفع منه وبعضها لا ينتفع منه، كما هو الحال في ثمار أي أو محاصيل زراعية، أي محصول منها قد يكون منه الجيد والممتاز والمتوسط، وقد يكون منها الرديء، وقد يكون منها التالف، وهذا أمر اعتيادي. أحيان أخرى المزرعة لا تدل على الزوجة وأولادها ولا على الدنيا وما يحصل للإنسان منها، وإنما أحيانا تدل على ماذا؟ المزرعة الخضراء تدل على حلق الذكر، على أماكن العبادة، وثمارها تدل على الثمار التي يجنيها الإنسان كلما تمعن وتعبد لله عز وجل في هذه العبادات بصورة صحيحة وحسنة ومتقنة، كلما جنى ثمارها، كما يقول بعض العلماء
لا تجنى ثمار الأذكار إلا بالإكثار والاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر سماها النبي صلى الله عليه وسلم برياض الجنة، والله تعالى أعلم. تقول أيضا أحيانا ترى في الرؤيا أنها تجني تمرا من النخلة، أو أنها تجمع التمر من تحت النخلة. نقول إن شاء الله هذه أرزاق يقدرها الله عز وجل لك، بعضها يعني أنت تسعين في أسبابها فتنالينها، والبعض الآخر تنالينه من حيث لا تحتسبين، ييسره الله لك دون تعب منك ودون جهد منك. الله عز وجل قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإن شاء الله هذه أرزاق طيبة يقدرها الله عز وجل لك، بعضها أنت تبذلين أسبابها، والبعض الآخر قد يقدره الله عز وجل لك دون تعب منك ودون جهد، والله أعلم. الأخ محمد من أربيل، هذا بالنسبة للرؤية الأخت أم بلال من الديالة. الأخ محمد من أربيل يقول أنه رأى في الرؤيا أنه أجلكم الله يتبول كثيرا، يتبول كثيرا. أخونا محمد، أحيانا يكون الخارج من جسد الإنسان بالعامية، كما تقول يعني أنه كل خارج نافع، ما يخرج من جسد الإنسان كالبول أجلكم الله، أو أن الإنسان يتنخم، أو أنه يتمضمض، أو أنه يحتجم الحجامة أو الفصد أو غيره، يعني هذا ما يخرج من جسد الإنسان خصوصا من الأمور التي في الغالب هي ضارة، فماذا يكون؟ يدل على الفرج بعد الشدة، يدل على الفرج بعد الشدة، ويدل على اليسر بعد العسر، ويدل على اليسر بعد العسر. وله دلالات أخرى، يعني العلماء في التفسير والتعبير يعتمدون حال صاحب الرؤيا إن كان صحيحا أو كان مريضا، والخارج من جسده أجلكم الله، لون هذا الخارج وطبيعة هذا الخارج، كل هذا يعتمد طبعا في مجال التفسير والتعبير، فيتباين ويختلف التفسير والتعبير من حال إلى أخرى، لكن إن شاء الله هي علامة على الفرج بعد الشدة وعلى اليسر بعد العسر، والله تعالى أعلم. كما أن الإنسان إذا احتبس بوله أجلكم الله يكون في حرج شديد وفي ضيق شديد وفي ألم ومرض شديد، لكن إن قدر الله عز وجل أن يخرج منه هذا البول فهي نعمة عظيمة، كما أنك حين تدخل إلى دورة المياه تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حين تخرج تقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو يدل على الشفاء، يدل على العافية، يدل على ذهاب الأذى، يدل على الفرج بعد الشدة، على اليسر بعد العسر وغيره. نعم، فاصل. نعم، نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا حياكم الله. الله من جديد. بقي عندنا بعض الرؤى، منها رؤيا الأخ عبد الكريم يقول أن أمه رأت في الرؤيا كأنها تذهب إلى زيارة الإمام الكاظم يعني رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك جاءها رجل فقال لها يعني تصدقي بالخبز وإن شاء الله ترين ابنك، عندها أحد أولادها مفقود منذ سنوات، فرج الله عنه إن شاء الله وعن كل المعتقلين والمفقودين وردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم آمين. أخي الحبيب عبد الكريم، طبعا نحن حين نتوجه إلى أي مسجد من المساجد بقصد الصلاة فيه فلا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي أن تشد الرحال إلى مسجد يعني بقصد آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، لأن هذه المساجد الثلاثة خصها الله بمضاعفة الأجور، فالصلاة في المسجد الأقصى ب500، وفي المسجد النبوي ب1000، وفي المسجد الحرام ب100,000. لكن الرؤيا فيها بعض الدلالات، أولا أننا نستدل من يعني اسم الكاظم أن الإنسان عليه أن يكظم غيظه وأن يتحلى بالصبر وبالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. والأمر الآخر أنه قضية توزيع الخبز، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الخبز يدل على الرزق،
يدل على أن الإنسان يتصدق ببعض ما يرزقه الله عز وجل إياه كالطعام الشراب الثياب وغيرها. ولا شك أن هذا مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج. لا يملك عبد من عباد الله حيا كان أو ميتا أن يفرج عنك إلا بإذن الله، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا أخوي عبد الكريم الله يحفظك، الرؤيا فيها تذكير أن الإنسان يصنع من المعروف ما يستطيع، لعل الله أن يجعل هذا المعروف مفتاحا من مفاتيح الفرج لابن هذه المرأة، وأظنه أخوك أنت صاحب، هي صاحبة الرؤيا أمك، فنسأل الله أن يفرج عنه فرجا عاجلا قريبا، صناع المعروف تقي مصارع السوء. فتصدقوا بنية الفرج، فالصدقة مفتاح من أعظم مفاتيح الفرج، فرج الله عنه وعن كل المفقودين والمأسورين والسجناء. الأخت روى من الأنبار تقول أنها كثيرا ما ترى في الرؤيا أن عندها بنات أو بنتين، واحدة بعمر 5 سنوات والثانية بعمر 7 سنوات، علما أنها غير متزوجة. نقول يا أخونا رواء، إن شاء الله الذرية هي ثمرة من ثمار الزواج، من ثمار الزواج، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فإن شاء الله الرؤية يا أخت رواء إن شاء الله تدل على الزواج مستقبلا إن شاء الله، ونسأل الله أن ييسر لكم الزواج وييسر لكم الذرية. بقي عندنا رؤيتين، لكن الأخ المخرج يقول أن الوقت قد انتهى. بهذا نكون قد أنهينا حلقة اليوم، حتى نلقاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.